دكتور رامي سيد احمد شرشر، انا اخصائي قلب في مستشفى وادي النيل، شغال مع الدكتور حازم عبد المحسن. تمام. عايز اسال حضرتك ايه اهميه مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل؟ طبعا هو في ناس كتيره ممكن تشوف انه دي حاجه يعني رفاهيه، لكن دي طبعا حاجه مهمه جدا، حتى لو هنحافظ على حياه واحد من مئات الاف الرياضيين اللي بيمارسوا رياضه بدون ما يعملوا فحوصات تامه ويتاكدوا ان قلبهم يتحمل القيام بمجهود الرياضي العنيف اللي هم بيقوموا بيه، ده المركز الوحيد تقريبا في مصر والشرق الاوسط اللي يقدر يفحص قلب الرياضيين ويتاكد من سلامه قلبهم لممارسه الرياضه اللي هم بيقوموا بيها. يعني المفروض ان احنا هنتعاقد مع الانديه كلها، المفروض مستشفى الدكتور حازم عبد المحسن هيعمل تعاقدات مع الانديه الرياضيه، حتى مش المحترفين كمان، زي ما اتكلم الدكتور حازم في المؤتمر على انه حتى الاسر اللي بتودي اولادها يمارسوا رياضات برضو المفروض انه هيتم الكشف عليهم قبل الرياضات وتحديد مدى لياقتهم من ناحيه القلب لممارسه الرياضه دي. يعني طب هل في تخطيط لحملات ان هي توصل للناس دي علشان يعني ان شاء الله؟ هو طبعا الموضوع جديد ومحتاج دعايه واعلانات، وكان المؤتمر ده احد الاساليب للاعلان عن الموضوع ده يعني. تمام. عشان الناس يبقى في وعي في الحته دي. محدود ممكن حضرتك يعني تعرف لنا ايه هو بقى القلب الرياضي؟ يعني تعريف تام. هو القلب الرياضي طبعا هو بيختلف طبعا يعني عن القلب بتاع البني ادم اللي مش بيمارس رياضه بصوره منتظمه، ده في ابعاده، في نبضات القلب، في قياسات القلب نفسها. فممكن يكون قلبك سليم لكن ما يقدرش تمارس رياضه، يعني ما تقدرش تلعب رياضه بصوره امنه يعني. فالمركز ده هو ده الهدف منه، يعني ان احنا نشوف قلب كل الناس اللي هتبدا تمارس رياضات عنيفه، هل ده هيكون حاجه امنه بالنسبه لهم ولا محتاجين احتياطات معينه ولا محتاجين ان هم يوقفوا خالص ممارسه الرياضه دي يعني. حضرتك عندك حاجه تحب تضيفها في الاخر؟ لا، اتمنى ان كل الناس تيجي، كل الرياضيين يهتموا بالموضوع دوت ويهتموا بفحص قلبهم، لان دي مساله تتعلق بالحياه يعني. تمام. شكرا جدا. الف سلامه.